تفضل. في شيء ضروري لازم أقوله. قول. فرهاد قتل يلي اسمه شاهين جيجال، قوسه بالمسدس على راسه. وينه فرهاد هلا؟ ضلت السيارة جنب بيت شاهين، قال رح يشوفه قبل ما تيجي الشرطة، وطلب مني خبرك بكل شي صار. فوتي إيديل. احكي لشوف يا سيد نامق، شو الموضوع يلي انتهى؟ أنا رح انسحب من الانتخابات. شو؟ هذا هو كل اللي صار. رجع لحتى ينتقم منا. جهز قبور لكل واحد فينا بهذا البيت. التقينا بالأوتيل تبعه، أخذوني رجال وسكروا لي عيوني حتى ما أعرف وين هو بالضبط ومنين الطريق لعنده، بس صورنا كلياتنا كانت بغرفته، حتى صورتك أنت. صورتي أنا؟ كل اللي كانوا يحبوني وكل اللي إلهم صلة فيني. وشو يلي رح يصير هلأ؟ ما رح يصير أي شيء. نامق، أنت ما عم تقول إنه هو عم يهددنا؟ فرهاد خلصنا من شاهين على الآخر، يعني لا عاد في شاهين يفوت بيناتنا ولا عاد في يهددنا. نامق، أنت متأكد إنه خلص عليه؟ جنيد هو اللي قال لي من شوي فرهاد هو اللي قتله وخلصنا منه. منيح، بس لهلأ ما فهمت شو المشكلة بالضبط يا نامق. مستشار ظافر اتصل فيني، قالوا انه في عنده شوية وثائق بتديني بتعلق بالفترة اللي كنت اشتغل فيها وقتها مع شاهين. لا مو بس هيك طبعا، يجيت اخو لفراد عم يحاول يلاعبنا ويشتغل فينا على ما يبدو. هجموا على بيته للزلمة، وشاهين هو اللي بعتهم، بس كل شي بيعملوا بيمسني. هنن مفكرين انه انا الي ايد بكل شيء كان هو يعمله من قبل، ورح يكتبوا بالمجلات عناوين مثل العلاقات القذره لمرشح رئاسه البلديه. يعني برايك نحن ممكن نتحمل هيك مشاكل يا ايديل؟ ايه رح نتحمل طبعا. ما رح نتحمل يا ايديل. نامق انت عم تخوفني. أنا رح انسحب من الانتخابات. بلا هالحكي الفاضي هلأ. ما عندي خيار تاني. المسا رح يعلنوا خبر موت شاهين ورح ينتشر بسرعة، وما رح نقدر نرد على بس حدا. مو بعد كل شي عملنا، الحملة ماشية وأنا رح أخذ احتياطاتي منيح. قلتي لي الحملة ماشية إيديل، المشكلة اللي فوق راسنا مو شاهين وبس. مين كمان؟
ما وصلت لهالمرحلة بسهولة إيديل. وصلت لها بجهد سنين طويلة. أنا جازفت بكل شيء لعملت اللي عملته، حتى أني عملت الجبال اللي رح صير اسند ظهري عليها. بس التلج بدأ ينزل على هاي الجبال ويغطيها ببطء. لازم دوب هذا التلج قبل كل شيء. مين بتقصد بالتلج؟ قصدي أصلي. أصلي هي اللي فسدت كل اتزان فرهاد. رح أتخلص من كل المصايب اللي فوق راسي وانضم للانتخابات الجاي بشكل أقوى. وهلأ إيديل قولي لي لشوف، أنت رح تكوني معي ولا لا؟ أنا كتير بحاجة لإلك، رح تكوني معي؟ خلينا نروح نفرح أختي والباقي ما تاكلي همه. في مسألة تانية كمان. بتمنى ما تضغطي على ياتار بخصوص موضوع فرهاد. ياتار بتختلف عنك، هي ما بتروح وقت بتتوجع، بتضل وبتعاند، بتحرق كل شيء وبتعمل كوارث. كمان من شان اتأكد اني بقدر اثق فيكي ثقة تامة حتى ما حدا يزعل. ماشي؟ تمام. نامق؟ دقيقة لحقتك، نسيت موبايلي، رح أجيبه وإجي. ماشي؟ طيب. طيب مين هاد؟ إذا شاهين جيجال مات، مين اتصل لك؟ ألو؟ ألو؟ مين هاد لكان؟ مين هاد؟